طيب، بخصوص آخر جزئية متعلقة بالconvolution neural network، حطيت لكم هنا روابط لمقالات مهمة جدا في هذا المجال، لأنه إحنا يعني آخر محاضرة حكينا على architectures مختلفة في السي إن إن، زي الأليكس نت، زي الموبايل نت، زي الإنسبشن، زي الريز نت. فالآن أنا بالنسبة لي لو بدي أختار architecture أو pre-trained models من هدول ال pre-trained models، كيف ممكن أنا أختار؟ فهذه المقالات بتلخص هدول ال pre-trained models. يعني أول مقال في مايو 2023 فعليا بيشرح على الأنواع المختلفة لل CNN architecture. يعني هاي يبادي، يعني هنا حاكي ايش يعني الطبقات اللي موجوده. انا عندي طبقه الكونفولوشن، طبقه البولينج، الاف سي او الفولي كونكتد بهذا الشكل، وبعدين بادي يحكي على الشبكات. هاي الاليكس نت، تمام، هاي راسم الاركتكشر تبعتها كيف زي ما هي، زي ما شرحناها في السلايد. بعدين في عندي زي اف نت، في عندي الجوجل نت، في عندي الفي جي جي نت، تمام، الى اخره. الجميل في الموضوع هنا انه في الاخر انا بلاقي انه هو ملخص لي هنا هذه الاركتكتشرز، تمام، انه هذه متى طلعت في اي سنه، بالاضافه ل ايش الكي فيتشرز تبعتها، بالاضافه لليوز كيسز انه هذه فعلا اللونت زي ما درسنا انه كانت انه مستخدمه في الهاند ريتن ريكوجنيشن، تمام. الاليكس نت في 2012، في جي جي 2014، ريز نت 2015 الى اخره. فهاي المقال الاول. المقال الثاني بحكي في على كل يعني 10 سي ان ان اركتكتشرز بالاضافه للريفرنسز تبعتها. هذا ما يميز هذا المقال. فهنا حاطط لي لسته، تمام. طبعا هنا حاطط لي جدول، يعني هنا حاطط لي اياهم كتايم لاين، كاطار زمني، انه كل واحده انه متى انه هي ظهرت، تمام، كإطار زمني. الأليكس نت إنه هي زارت هنا في 2012، الفي جي جي 2014، وهكذا. يعني بالإضافة لذلك إنه حاطط لي هنا كل موديل قديش السايز تبعه، الأكيوريسي. فبالتالي لو أنا بدي أختار أكيوريسي معينة ممكن أختار أكيوريسي، وبرضه هنا عدد البارامترز داخل في الموضوع وقديش الدبث تبع هذا. فبالتالي وين التوب؟ حكيت انا في عندي ما هو هنا في يعني في بعض الاحيان لما باجي انه انا اعمل ايفالويشن، فاذا كان انه جاب النتيجه هي نفسها اكزاكت هذا بسميها التوب 1. اذا كانت النتيجه ضمن اعلى 5 نتائج او اعلى 5 صور، لا لا لا، مش تطبيق الموديل على اعلى 5 حالات، انه مثلا انه الموديل رجع لي 5 كلاسز، فكان الكلاس الصح من ضمن اعلى 5 كلاسز هو رجع لي اياها. فهذا معناه انه الاكيرسي تبعتها 71، هنا بتكون اكيد بطبيعه الحال اعلى. يعني انا بسمح بسماحيه انه انا مثلا انه انا عارف انه الكلاس اللي بده اياه انه هو ضمن اعلى يعني 5 كلاسز برجعها الموديل هذا. فبالتالي انه هاي التقييم تبعها بهذا الشكل. فبالتالي انه هذا التيبل فعليا انه كتير انه هو بيساعد في اختيار بالضبط على فاليديشن سيت، ويعني وحده. تمام. فهنا بعد ما انه عرض النتائج تبعتهم كلهم، هي وحطت لي لستة للعشرة هدول، تمام، اساميهم كلهم، وبعدين انه هي يبادي كل واحدة والتاريخ تبعها وايش البيبر تبعتها وقديش سنة النشر ومين الاوثرز. الثانية الاليكس نت 2012، هاي الاركتكتشر تبعتها، تمام، هاي البيبر تبعتها ومين الاوثرز، وين انه هي منشوره. فبالتالي انه تلخيص هذا، لو انا مثلا على سبيل المثال
بدي ارجع للبيبر تبعت الانسبشن او البيبر تبعت الفي جي جي، فهذه الارتكل مفيد جدا في هذا الاطار. هذا بيساعدكم يعني لو انتم بدكم تعملوا ريسيرش او في موضوع الرساله، لو انتم بدكم تشتغلوا على اركتكتشر معينه بدي اجمع عنها معلومات، بدي اختار اركتكتشر معينه، فهذا المقال راح يساعدكم. المقال الثالث يعني يكاد يكون الاهم لانه فعليا بعرض لي هذا الامر على شكل خريطه. طبعا هنا هي الاطار الزمني تمام لكل وحده، وقديش انه الاكيورسي توب اكيورسي توب 1 اكيورسي للنتائج. فهنا انا عندي خليني اعرض لكم اياها. في فعليا هنا بعرض لي التو دايمنشنز، انا عندي هنا التوب 1 اكيورسي، وفي انا عندي هنا الاوبريشنز او الجي فلوبس او الفلوتنج بوينت اوبريشنز. هذه الشغله كثير مهمه، الباراميتر هذا كثير مهم في انتقاء الموديل اللي انا بدي اختاره، لانه العديد من الشركات بهمها تعرف قديش عدد الفلوتنج بوينت اوبريشنز للموديل اللي بدها تنتقي. لانه بدي اتخيل على سبيل المثال خدمه الترجمه تبعت جوجل قديش بتخدم مليون مستخدم في الثانية الواحدة، فبالتالي إنه كل مستخدم بده يطلب خدمة الترجمة كم floating point operation، فبالتالي أنا بقدر أعمل تقدير لحجم الكلاود هاردوير أو infrastructure اللي أنا بحتاجها لتشغيل هذا السيرفيس. فالعديد من الشركات بتكون مهتمة بهذا الشيء. لا 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 لا، الموديل قديش بيحتاج فلوت، لا اعمل ديكود، اعمل انفرنس انه انا ادي له صوره ويدي لي الكلاس تبعها الليبل تبعها. صحيح، لا انستانس واحده بالضبط. يعني مثلا هنا على سبيل المثال انه الفي جي جي 13 انه بيحتاج على سبيل المثال 11 عمليه يعني فلوتنج بوينت اوبريشن عشان انه هو يعمل لي انفرنس. انا بحكي يعني في باراميتر ثاني للسايز. انا في عندي ثلاث اشياء هنا، انا عندي هنا الاكيوريسي، لو انا بدي اختار هي الخريطه، فعلا هذه الخريطه بتساعدني اختار بناء على ايش، ثلاث معايير، اكيوريسي بختار الاكيوريسي المناسبه لإلي، عدد الفلوتنج بوينتس اللي بيتطلبها الموديل للتصنيف للانفرنس بالاضافه للسايز تبع الموديل. فبالتالي هنا راح تلاقوا انه بعض الموديل انه دوائر صغيره، فبالتالي انه بكون عدد البراميترز او عدد يعني السايز تبع النتورك هنا مليون، تكبر الدائره 5 مليون لغايه لما اخر حاجه انا عندي هنا 150 مليون. فهنا بلاحظ انه في بعض الموديلز هنا الموبايل نت حجمه صغير مقارنه بالفي جي جي 16، عشان هيك انه هو عشان اسمه موبايل نت فعلا لانه هم صمموه بحيث انه ممكن انه هو يتحمل على اجهزه الموبايل لانه فت في الميموري او يعني بيسع في الذاكره. والاكيورسي تبعته لو انا قارنت الاكيورسي تبعته بالمقارنه مع الفي جي جي انه افضل من الفي جي جي 11 و13 تمام، 16 ممكن انه هو نفس الاداء بس 19 انه بتفوق عليه شويه. فبالتالي تخيلوا انه انا اختار في جي جي 19 واللي هو بيحتاج عدد كتير كبير من الفلوتينج بوينت اوبريشنز 20 والحجم تبعه 150 مليون باراميتر او 150 مليون كونكشن بدها تتحمل في الذاكره، ولا الموبايل نت فيرجن 2 كيف؟ بالضبط الاكيوريسي تبعته انه هي تقريبا انه هي مشابهه. فهذه الخريطه فعلا بتساعدني انه انا اختار يعني موديلز مناسبه في الابحاث تبعتي او في الشغل تبعي يعني حسب المتطلبات تمام. فهي هذه برضو احفظ لكم اياها. وفي هنا برضو من ضمن يعني هتلاقوا هنا في انا عندي سكيلتون كود للكلاس تبع الالكس نت لو انا بدي اعملها امبلمنتيشن تمام، انه ايش الاركتكتشر تبعتها. هاي الفي جي جيز يعني الفي جي جي سنة 2014 وهي الاركتكتشر تبعتها، في منها عدة نسخ 16 و19 تمام. والانسبشن هي الكلاس تبعها لو بدي اعمل انسبشن موديول الى اخره. ف بيشرح على النتورك اركتكتشر المختلفه، بمعنى اخر احنا لو شفنا اركتكتشر مختلفة كيف بدي انطقي من داتها وشو اختلافها، كيف بدي انا
يعني افاضل بيناتها، فممكن انه يعني هذه الرسمه انه هي تساعدني بشكل كثير كبير. حتلاقوا في اخر المقال مقارنه للاداء، ف يعني هاي الموديل تمام، السنه تبعته قديش، الحجم تبعته بالباراميتر 60 مليون باراميتر، قديش انه هي الاكيوريسي تمام. فبالتالي انه لغايه التاريخ تبع المقال انه افضل موديل انه هي موجوده، اللي هو ميتا بسودو ليبلز، انه 480، حجمه كتير كبير يعني 480 مليون ليبل و90% وسنة ال 21 انه صار له ريليس تمام. ف يعني هذا الجدول كتير راح انه يساعد يعني. أنا حكيت 480 مليون ليبل، لا 480 مليون باراميتر تمام، أنا بقصد فيه 480 مليون باراميتر تمام. فهي بس الجزئية الأخيرة اللي ضايلة بالسي إن إن، يعني هيك بكون يعني خلصنا سي إن إن عشان ننتقل على الأرامل.